شكل الانتحار ظاهرة بدت ترتفع أعدادها بشكل واضح، وتعددت طرق مواجهتها، والصحافة كانت واحدة من أبرز الطرق، إذ تعقد في إربيل الدورات لتحفيز الصحافة نحو طرق مواجهة الانتحار. تعليم الصحفيين كيفية تغطية الحوادث المتعلقة بالانتحار بصورة مسؤولة، بمعنى أنه تغطية حوادث الانتحار لديها قواعد خاصة بها تختلف عن القواعد المتبعة في التغطية الخبرية. عندما يحاول الصحفي أن يكون خبره مشوقا وحماسيا يجذب الجمهور، هذه القواعد تختلف عند التغطية الخبرية. هناك أمور أخرى، أمور عديدة يجب الانتباه لها، وكانت دورة بناء على مبادئ وضعت منظمة الصحة العالمية بعد مشاورات ودراسات أكاديمية عديدة. أنا كإعلامي استفادت من هذه الدورة استفادة كلش كبيرة. قبل كنا نعرف أنه الخبر هي صياغة الخبر مثل ما هو، بس بعد هذا تعلمنا من هذه الدورة أنه خبر الانتحار عكس الخبر الشائع بين الإعلاميين. فأشجع بقية الإعلاميين أنه يشاركوا في دورات حتى يستفيدون، لأن هذه الدورات ينراد لها إعلامي غير الإعلامي اللي إحنا متعودين عليه. 10 مؤسسات إعلامية ومنها الإعلام الرسمي شارك في دورة لمحاربة الانتحار، تلقى خلالها دروسا مكثفة عن قواعد نشر الأخبار الخاصة بعمليات الانتحار. حاليا وهو تمرين لإيقاف أو للتصدي للسويسايد أو الانتحار. هذا التمرين هو خاص للإعلاميين لكيفية تغطية التغطية المسؤولة عن الانتحار وعن عواقبه. ويبلغ عدد حالات الانتحار في العالم نحو 800,000 حالة في اليوم الواحد، وهو رقم بات يشكل قلقا للمنظمات الدولية. لقناة زاغروس، مصطفى سلمان، أربيل.